أما أن الإنسان يريد أن تسير الأمور على ما يريد ويقوم بسيفه أو بسلاحه أو بيده ويملأ من شاء فهذا ليس إليه. ولذا لو جعلت الأمور على حسب ما يريد الإنسان لاختلت الأمور حتى في الأمارة الصغيرة أو في الولاية الصغيرة. لأن أنا الآن كإمام مسجد هنا أريد شيئا معينا ويأتي إنسان وينزعني فيه يقول لابد أن يكون الأمر على ما أريده تكون الأمور فوضى. يأتي إنسان آخر يقول لا أريد هكذا ويأتي آخر يقول هكذا تضيع الأمور ولا تقوم عبادة ولا تصلح أحوال الناس. وإذا أهل السنة والجماعة عندهم بعد عجيب في النظر يعني حتى لو كان الوالي فاجرا معتديا ظالما لا يجوز الخروج عليه. ما خرج ابن عمر رضي الله عنهما ولا غيره من الصحابة ممن حضر وقت وزمن الحجاج بن يوسف ما خرجوا عليه. هو سفاك للدماء قتل بعض العلماء واستباح مكة وصنع ما صنع ومع ذلك لم يخرجوا عليه. بما لأنهم يعرفون خطر الخروج على الولاة ولو كانوا ظلمة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تلقون بعدي أثرة يعني استئثار بأموال بيت المسلمين. قالوا ما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال إلا الصبر. وفي حديث آخر قالوا يا رسول الله أفلا ينزعهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. القضية قضية شرع قضية تطبيق لأحكام الشرع ما هي قضية عاطفة ولا هوى ولا رغبة لا. ولذلك المسلم يجب عليه أن يكون الدليل هو المسير له بقطع النظر عن عاطفته. فإن المسلم الحق هو الذي يحمل في نفسه العاطفة تجاه ما يجري من منكرات وما يترك من واجبات لكن عليه أن يكون بين هذه الأشياء يكون سائرا حسب الدليل.